مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من اخر النهار، وانا بكلم حضراتكم دلوقتي. منذ قليل تم اللقاء المرتقب بين الزعيمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، اللي وجه الدعوه للرئيس الامريكي واستقبله استقبالا حميميا وفي ترحيب شديد جدا في البيت الابيض. الرئيس ترامب قال كلمات مرحبه جدا بالرئيس السيسي، واكد على دعم امريكا العسكري لمصر، وان سنقف بجوار مصر لمواجهه الارهاب. ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي اثنى على وقال ان انا توسمت فيه منذ البدايه وراهنت عليه، وقال له ان انا ومصر في ظهرك في مواجهه هذا الارهاب اللي بيهدد البشريه كلها. الرئيس ترامب اصطحب الرئيس المصري في جوله داخل البيت الابيض. النهارده كمان عمل حاجه، وقفت قدام السي ان ان. دائما رؤساء امريكا بيروحوا يفتتحوا بطولات البيسبول، ودي رياضه مهمه جدا في الولايات المتحده الامريكيه. الرئيس الامريكي ومن المرات النادره اللي يلغي افتتاح البطوله علشان يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا في مأدبة غداء أقامها على شرف الرئيس السيسي، الاستقبال يبدو طيبا جدا. ماذا يريد ترامب من مصر؟ ماذا ينتظر هذا الرجل النفعي جدا المنغلق الذي يبحث عن مصالح المواطن الأمريكي الفقير والمحتاج من مصر؟ وماذا تحتاج مصر من ترامب؟ ماذا تنتظر مصر من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا يوجد شيء للاستظراف أو للمحبة أو إن قلب ارتاح له، ده مش موجود في السياسة. ماذا يريد كل طرف من الآخر؟ ونتائج هذه الرحلة مؤشراتها انعكاساتها على المنطقة، ده كله هناقشه مع ضيف العزيز المفكر السياسي الكبير والكاتب المعروف ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، دكتور عبد المنعم سعيد. أهلا وسهلا يا دكتور. يا مرحبا، منورني، ربنا يخليك، بشكرك على تشريفك. بتشوف الزيارة دي النهاردة ازاي؟ يعني لما بتيجي تقيمها بمنظور سياسي بتشوف مغزى هذه الزيارة وانعكاساتها ازاي يا دكتور؟ يعني أول حاجة إنها نقلة، يعني لأنه خلاص وقد حدثت الزيارة، فالأمر اللي احنا بقالنا شهرين أو ثلاثة منتظرينه منذ انتخاب ترامب حدث. نعم. فإحنا شايفين المنحنى وهو صاعد، لكن عندما يحدث الحدث تستطيع أن تقارن بقوة ما كنا عليه مثلا من سنة أو حتى من ستة شهور. العلاقات المصرية الأمريكية كانت ما يعني فاترة في أحسن الأحوال ومتوترة في أسوأها. كانت الكيمياء السياسية ما بين البلدين وما بين الرئيسين مش موجودة. الحالة الآن وزي ما تحدثت عن الاستقبال كان مليء بكلمات قوية للغاية، نادرا في رأيي ما بتستخدم في لقاءات الوزراء. تصافح مرتين، يعني الرؤساء تصافح مرتين، حتى في CNN علقوا على انه لم يفعل ذلك مع ميركل اللي هي كانت في زيارة قريبة، طلبت المصافحة للتصوير ورفض. فالكلام كان قصير في ميركل، هنا في كلام في إفاضة بالمقدار الأمريكي. حصل حاجة مهمة جدا، انه الجانب الأمريكي بالذات تخلص من فكرة الهندسة السياسية. بمعنى انه طول ما كان اوباما والديمقراطيين موجودين، فكره هندسه، وحتى في فتره جورج بوش الابن كان ايضا فكره الهندسه السياسيه للمجتمعات واسقاط يعني وجهه النظر الامريكيه على الدول بتخلي في حاله توتر، لانه في الحاله دي بنتكلم الثقافه السياسيه مختلفه، الظرف السياسي مختلف، بنتكلم على نوع من الحكم القيمي على الطرف الاخر. الكلام ده سقط خالص مع ترامب. ترامب نجح بناء على اجنده بتقول امريكا اولا، وكلمه امريكا اولا يعني امريكا ومصالحها اولا. احنا ما عندناش مشكله في الكلام ده، لان احنا عندنا مصر اولا ومصر ومصالحها اولا، فمن حيث المنطلقات هنا متقابلة، وبالتالي بتبقى أسهل شوي وأبسط. بمعنى كل طرف بيعرض إيه مصالحه، إحنا ملتقيين على إيه ومختلفين على إيه، وممكن نشتغل إحنا الاتنين مع بعض على إيه. لكن الجزء اللافت للنظر بالفعل كان الجزء اللي هو الكيمياء قوية
هي بدأت من اللقاء الأول عندما التقى بها على هامش لقاء الأمم المتحدة، كان واضح أن هناك كيمياء، كان واضح أن هناك كيمياء، بس لم يكن ترامب في ذلك الوقت رئيسا. الآن هو معه يعني مقعد السلطة الأمريكية، وأيضا الرئيس أعتقد بيتابع الموضوع بشكل جيد. وأنه طبعا الألفاظ هنا مهمة التي استخدمت، لأنك أنت ممكن تستخدم كذا كلمة في نفس المعنى، نعم. إنما واحدة منهم أكثر حميمية من الأخرى. أنا أعتقد أنه المشهد الأولاني اللي شفته، اللي هو كان قبل ما يخشوا إلى الاجتماعات، كان قوي جدا ومباشر. طيب حضرتك، بنتكلم عن أمريكا أولا. ترامب يميل إلى الانغلاق، مش عايز يغرس الولايات المتحدة في مشكلات العالم، ويرى أنه يجب أن يسخر علاقاته بالعالم لمصالح أمريكا أولا. ماذا يطلب وينتظر ترامب من مصر؟ يعني هو يعني لازم في أمريكا في جزء اللي هو مرتبط بالإعلام والدعاية وكيف تكسب الانتخابات، وفي الواقع اللي بتواجهه في العالم. يعني هو كلام مظبوط، انا مش عايز اتورط، مش عايز اخش في خناقات مع العالم، انا مستعد اتفاهم مع كل الناس، لانه انا في الحاله دي ترامب بيتكلم على قدرته على ابرام صفقات كبيره. وعلى فكره الرئيس السيسي استخدم التعبير بتاع ان احنا نعمل الصفقه التاريخيه الكبرى، يقصد في القضيه الفلسطينيه. فهو فخور بذلك، لكن هو جه في عالم فيه كوريا الشماليه، وكوريا الشمالية دي فيها رئيس، ورئيس يعني ما هوش متزن قوي، وعمال يعمل صواريخ وبيقول أنا عايز أوصل لساحل الولايات المتحدة الأمريكية، وطلع من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وطور سلاح نووي، وجنبه اليابان من ناحية، وجنبه كوريا الجنوبية من ناحية تانية. لا، هنا بقى الرئيس الأمريكي في مواجهة يعني مشكلة. قال تصريح في دولة، احنا لوحدنا قادرين على كوريا الشمالية. فأنا عايز أقول هنا أي رئيس أمريكي لازم يواجه هذا الموضوع. الجانب الآخر هو موضوع الإرهاب. نعم. الإرهاب أمريكا عارفة كويس، والمؤسسة الأمنية وكده، مسألة صواريخ قدام صواريخ نووي ونووي، وفي الحالة دي أمريكا متفوقة جدا، وأيضا مش بس متفوقة تسليحيا وعسكريا، وأنها متفوقة من ناحية الذهنية. يعني أول ناس ابتدوا يلعبوا لعبة الردع والردع النووي والماد الماس ديستراكشن ويبونز والحاجات اللي من هذا النوع، الأمريكان بقالهم فيها من ساعة الحرب البدر، ده من سنة 49 وما بعدها. فهنا يعني متربيين. الحقيقة اللي كل العالم مش متربي عليه قوي موضوع الإرهاب. الإرهاب نوع جديد جدا من الحروب، يعني حالة حتى أصغر، عامل زي الناموس كده، اللي هو أصغر من حروب العصابات اللي احنا عرفناها في حرب فيتنام وحرب الجزائر وكده. الفكر العسكري العالمي ربى فكر خاص بحروب العصابات. حرب الإرهاب نسبيا جديدة على العالم، وداخل فيها الجانب الفكري والعقيدي والقلب والعقل في الموضوع بقدرة كبيرة، بتخلي من الممكن لشخص أصبح يعني السلاح هو الإنسان نفسه اللي بيتحزم ويتفجر وإلى آخره. المواجهة في دي زي ما أمريكا واجهتها في أورلاندو وسان براندينو وغيره من الأماكن، بوسطن طبعا 9/11 اللي احنا عارفينها كلنا. يحتاج هنا، مهم جدا انك تتعامل مع دول عندها قدرتين، واحد انها ايضا عندها تجربة خاصة بالارهاب بتاعها، اتنين ان عندها القدرة الفكرية على مقاومته. ولما الرئيس السيسي قال انه عايزين نجدد الفكر الديني، وعمل حاجات لها علاقة بانه عايزين، حتى قال مرة ثورة دينية، بمعنى انه كارثة كبيرة جدا للدين الاسلامي انه يبقى داعش والقاعدة والجماعات اللي من هذا النوع تبقى هي الممثلة فهنا ترامب في الحقيقة يجد في مصر شريك مثالي من الناحية دي. من ناحية مصر ما بتقولوش تعالى حارب مكاني، نعم. يعني ما بيكلفوش، مش هقوله تعالى حارب مكان نفسينا ولا تعالى معانا، انما احنا محتاجين شوية حاجات مكان في الاخر. يعني تتكلم على درونز، تتكلم على سنسورز او يعني قرون استشعار، على مجسات، حاجات تساعدني في ان انا ارسل حاجات عسكريه دقيقه ممكن تساعد في الحرب، تساعد في الحرب. في نفس الوقت انا ربيت خبره،
يعني ربيت خبرة في أرض صحراوية منبسطة ومتسعة. عملنا تجربة كبيرة في جبل الحلال قريب، فالنوعية دي من البيئة الطبوغرافية والجغرافية احنا بقى عندنا فيها خبرة. الأمريكان بيشتغلوا مع العراقيين ومع الأكراد ومع جيش سوريا الحر والكلام من ده في موضوع الموصل وموضوع الرقة، ده في البيئة جغرافية مختلفة عن اللي بيشتغل فيها الجيش الأمريكاني. فاحنا هنا عندنا ما نعطيه من ناحية الفكر العسكري، من ناحية التكتيكات للتعامل مع بيئة معينة، في نفس الوقت لتدمير نفس الهدف. فهنا الحرب ضد الإرهاب مصر فيها رصيد مهم جدا. هقول كمان في الآخر، يعني مصر عند أي حد أمريكي لها قيمة كبيرة، يعني زي ما بيقولوا إن اتسلف، يعني مصر قيمة حضارية تاريخية كبيرة جدا. بدأ الكلام من كلام الرئيس ترامب عن إن السيسي فعل قام بأشياء عظيمة، مش عارف كان يقصد بيها القضاء على الإخوان ولا يقصد بيها مواجهة الإرهاب. الاثنين. أنا رأيي إنه هو الحاجات العظيمة اللي قالها جزء منها مرتبط بالحرب ضد الإرهاب، بالذات موضوع تجديد الفكر الديني. تجديد الفكر الديني، وإن إحنا محتاجين لثورة دينية، وإن إحنا محتاجين إنه نثبت للعالم أجمع إنه داعش والقاعدة وكل الأسماء اللي بنسمعها عن جبهة النصرة، كل الحاجات اللي من هذا النوع هي ليست الممثلة للمسلمين وليست الممثلة للدين الإسلامي. وهو يعرف تماما معنى إنك أنت تطلع وتقول هذا الكلام بشجاعة وتطالب علماء المسلمين إن هم يقوموا بدورهم في هذه المسألة. نعم، يبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك الآن في مشاهد من قريبة من البيت الأبيض. هم وسعوا الطريق طبعا في إجراءات أمنية شديدة جدا في مقر إقامة الرئيس وأثناء تحركه مع الوفد المرافق ليه، عشان هناك مخاوف أيضا على حياة الرئيس. في طبعا، يعني انا اعتقد ده في كل الاحوال لازم بيتخذ. يعني انا صادفت هذا الزياره للبيت الابيض لها زي ما بيقولوا نوع من التقاليد، يعني انا عملتها مرتين او ثلاثه في السابق. بيبقى فيها دايما يعني ايه، انه المشهد اللي احنا شفناه قبل الدخول للاجتماعات، ثم بعد كده الدخول للاجتماعات اللي بيبقى عقبها غدا، وبعد كده بيبقى فيه مفترض ساعات مؤتمر صحفي. نعم. معرفش هيعمل مؤتمر صحفي النهاردة ولا لا، لكن هم ابتدوا اعتقد بالمؤتمر اللي هو كلمة تدخل الكلمتين. احيانا بيبقى بيستبدل ده بدل ده، انما احيانا اخرى بيبقى فيه مؤتمر صحفي لما يكون في رسالة عايزين يقولوها للعالم الخارجي. طيب، اذا كانت هذا ما تريده امريكا من مصر، ماذا تريد مصر من الولايات المتحدة الامريكية؟ ما هو الرهان اللي بيراهن عليه الرئيس السيسي؟ الرئيس السيسي في وقت من الاوقات اتجه بقوة ناحية روسيا، وبدأ الامر كأنه يريد تنويع السلاح واعتماد مصر على الاسلحة، سواء كان من فرنسا، سواء كان من الصين، سواء كان من روسيا. النهاردة الرئيس واضح انه سيكون هناك تغيير او رهان اكبر على الولايات المتحدة الامريكية خلال ولاية ترامب. لا، مصر بلد كبيرة، مش من النوع اللي هي بتحرك مراهناتها. هي المسألة ايه الخلطة من العلاقات الدولية، سواء اوروبا سواء الصين سواء روسيا سواء امريكا، اللي هي تخدم المصالح الامريكية. بحكم الواقع انه الغرب في العموم واوروبا وامريكا لديهم اكثر من 3/4 الناتج. انا اسف، ده موكب السيد الرئيس هو اثناء مروره في الجالية المصرية الكبيرة، كانت محتشدة النهاردة امام البيت الابيض للترحيب به اثناء دخوله. كانوا بيهتفوا تحيا مصر، وكانوا بيغنوا نشدنا بلادي بلادي. انا اسف على المقاطعة. لا اطلاقا. فانا عايز اقول انه دايما الرئيس المصري بيبحث عن الحزمة المثالية، احيانا بيساء فهمنا، يعني بمعنى، وده موجود لدى الامريكان ولدى الروس، ان احنا بنحاول نلعب بيهم ضد بعض. احنا في الحقيقة ما بنعملش الحكاية زي كده. احنا عندنا مصالح مصرية،
واحيانا بيبقى في علاقات معينه مع الروس او مع الصينيين او غيره بتخدم مصلحه من مصالحنا لا تستطيع ان تؤديها الولايات المتحده. على سبيل المثال، الولايات المتحده تحاول ان تجعل المعونات المصريه في مقارنه بالمعونات الاسرائيليه بتخلي التسليح مع اسرائيل دايما من ناحيه النوع اعلى. نعم. يعني دي حقيقه موجوده في الاتفاقيات اللي مع بين اسرائيل والولايات المتحده، ان تضمن لها الولايات المتحده تفوقا دائما. احنا بنعوض هذا التفوق بوسائل اخرى، سواء عن طريق روسيا او عن طريق الصين او عن طريق نفسنا او عن طريق تطوير سلاح الى اخره. المساله ان احنا كمان مع الولايات المتحده، احنا بقى عندنا البلد بقت قطاع خاص فيها شركات متعددة الجنسية، مطالبين استثمارات عالية من العالم كله، الكلام ده كله فين الشركات اللي تعمله؟ السقف الروسي من حيث القدرة على الاستثمار وغيره، يعني لما بنتكلم مع الروس بنتكلم على ايه؟ الموضوع الاساسي السائحات والسائحين، السياحة. السياحة بشكل عام الروسية، انت بتاخدش عربيه لادا تعملها، بتبقى هي اللي بتستوردها علشان او تعمل مصنع سيارات لادا، انها بتعمل مصنع سيارات يا اما حاجه ياباني يا اما جنرال موتورز يا اما اللي هي الحاجات الغربيه. فانت المساحه والاختيارات والمنيو يعني الموجود بالنسبه للاستثمارات في امريكا واوروبا اكتر من روسيا، لكن روسيا مهمة ما بتعلقليش قوي موضوع المفاعل النووي مثلا. وانا بعتبر دخول العصر النووي مصلحة مصرية مهمة، فهنا انت بتعمل الحزمة اللي تساعدك. وبعد شوية وعادة بعد ما الرئيس الامريكي او الرئيس الروسي يبقى في السلطة فترة يبتدي يفهم ان احنا ما بنلعبش الناس مع بعض، او بنحاول يعني نستغل انحيازات ناحية الغرب او ناحية الشرق، لانه ساعات ده بيكلفنا تمن. يعني ان هو الروس ساعات بيبقوا متحفظين على اساس ان احنا بنستخدمهم عشان نجيب الامريكان. نعم. لا ما هياش كده، لانه خاصة العصر اللي احنا فيه ما هوش حرب باردة. نعم. بالشكل اللي كنا عليه زمان، واللي كان عدم الانحياز والانحياز الايجابي وغيره وسيله من وسائلنا في التعامل مع الموضوع. لا، انت عندك روسيا وامريكا الاثنين بيحاربوا داعش في سوريا والعراق. في احيانا تلتقي الاهداف بينهم وبين بعض واحيانا تفترق. طيب، حتما حضرتك تابعت الصحافه الامريكيه في استقبالها لزياره الرئيس المصري. وكان واضح موقف بعض الصحف زي الواشنطن بوست او نيويورك تايمز، موقف سلبي دائم. ماذا وراء هذا الموقف؟ يعني كيف يمكن لنا ان نفهم كاعلاميين وفي مصر موقف صحيفة زي الواشنطن بوست او نيويورك تايمز من الرئيس السيسي او النظام المصري الحالي؟ يعني موقف سيء، يعني نعم. كافة المقالات اللي اتعملت خلال ال 96 ساعة السابقة سيئة، يعني من ناحية مصر، وسيئة من نفس الجذور اللي كانت خلاها سيئة قبل كده. يعني رأيي في فقر في المعلومات شديد. نعم. يعني في حقائق كده تتهزم بأنك تطلع معلومة معينة. للأسف، ويمكن ده موضوع يبقى نتكلم فيه في الحلقة بعدين، عندنا مشكلة كوميونيكيشن، اتصالات. جزء منه معلومات، لكن جزء منه أيضا أنه في تراث تكون منذ 30 يونيو، وأحيانا ساهم فيه بعض المصريين، وطبعا الإخوان المسلمين شغالين عليه قوي، بيدفعوا عليه كتير كمان. بس هو ساعات ما بتبقاش ناخدها على أنه في حد بيترشي احيانا، ما اقصدش رشوه. انا اقصد ان هم منظمين، فبيجيبوا مؤسسات تستطيع التعامل، بيأجروا بي ار بي ايضا بيشرحوا شرح منحرف. يعني مثلا للاسف الشديد، يعني قصه 30 يونيو لم نقصها نحن على العالم خالص. نعم. لم نقص قصه رابعه، ايه اللي حصل في رابعه بالظبط؟ لم نقص ايه المشكله في مصر حوالين موضوع قانون التظاهر وان ناس بتتحاكم، جرائم الاخوان في مصر لم نستطع ان نروح. جرائم الاخوان في مصر لم، يعني انا اتمنى انه يكون في رحله الرئيس حد حامل كده ملف وبيقول لهم ادى الاخوان وادى اللي عملوه وكم قتله وكم جرحى وكم وكم وكم.
الكلام ده لازم نكون فيه واضح وبلغة إنجليزية سليمة، وأيضا عارفين مين من الصحفيين ومين من الإعلاميين اللي نوجه له هذا الكلام. دائما أنا أقول إن إحنا بنحتاج دائما لكل تحرك من تحركاتنا، كل قرار من قراراتنا يبقى مصحوب بخطة إعلامية. وخطة إعلامية مش معناها بروباجندا، يعني أنا رأيي إن الدول اللي هي بتقول أنا عندي مشاكل كتير لكن أنا بحاول أحل هذه المشاكل وأدي خطتي لحل هذه المشاكل، العالم ممكن يتفهمنا. العالم مش فاهم إن إحنا سويسرا. نعم. يعني احنا نفسنا الرئيس السيسي قال احنا شبه دولة، حتى انا رأيي جايز ربما ده كان يعني صادم جدا، صادم لناس كتير. واحيانا بيبقى في كلام عن المصاعب والتحديات كمان بكثرة، لكن اللي عايز اقوله انه احنا المهم ان احنا لا نستسلم لهذه الاوضاع. فنرجع للقصة الأساسية بتاعتنا اللي هي لها علاقة بالحرب الدائرة في المنطقة وفي العالم، اللي هي علاقة بموضوع الإرهاب، التعصب الديني، الكراهية. الحاجة اللي هي نبتت فجأة في مواجهة، لو تذكر يا خيري العشرين سنة اللي فاتت كنا إيه في البداية لما كان الكلام عن العولمة. يعني لو أنا جيت عندك في الاستوديو وبتسألني ايه حكاية العولمة والعولمة دي فيها ايه وليه، وهل هي دي معنى عملية تغريب وحاجات من هذا القبيل. دلوقتي عندنا لا الانعزال اللي انت قلته على ترامب، في الكراهية ان الاخر في مشكلة مش انا وهكذا. فاحنا عندنا يعني ان احنا مسألة التواصل مهمة جدا مع العالم الامريكي. نعم. احنا بنحاول نتواصل مع زميلي خالد صلاح من واشنطن. طيب وريهولي يا جماعه هو معاكم، خلينا نشوفه عشان اتكلم معانا خالد صلاح من واشنطن بعد لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الامريكي دونالد ترامب. نعرف ما هي النتائج والمعلومات المتوفره عن هذا اللقاء، كيف كان اللقاء. زميلي خالد صلاح من واشنطن، اهلا وسهلا يا خالد، تفضل. اهلا بيك يا استاذ خيري، وبرحب بالدكتور عبد المنعم السعيد، ومنور يا دكتور، ومفتقدينك هنا في الحقيقه لان احنا محتاجين تحليل كتير للي بيحصل ومستمعين للتحليل في الاستوديو دلوقتي. احنا النهارده طبعا الزياره يمكن حضراتكم متابعين طول النهار بوصول الرئيس، في اكتر من ملحوظه في هذه الزياره استاذ خيري. اولا ان الرئيس السيسي يعني استقبل استقبال حافل في البيت الابيض، رفعت اعلام الولايات كلها وده ما حصلش من 2009. الصحافه الامريكيه بتتكلم النهارده على المواقع الالكترونيه بانه الرئيس دونالد ترامب كسر بروتوكول افتتاح اكبر دوره للبيسبول هنا في الولايات المتحده لاستقبال الرئيس السيسي، وده ما حصلتش من سنوات كتير انه يبقى في نفس التوقيت ويلغى الاحتفال للقاء رئيس من دوله اجنبيه. ده كله بيدي مؤشرات حوالين اهميه ما دار في هذه الزياره واهميه الاهتمام الامريكي بهذه الزياره. رئيس ترامب في الحقيقه برضو احد الصحف الامريكيه كانت بتتكلم يعني لسه من دقائق انه السيسي انه ترامب استقبل السيسي بطريقه اكثر سخونه ودفئا من اللي استقبل بيها انجلا ميركل في المستشاره الالمانيه. ما دار في الداخل، هناك الكثير من التفاصيل دارت في المباحثات، خاصه انه في مباحثات تمت ما بين الرئيسين ومباحثات تمت مع على مستوى الوفود. الكلام كله يعني يتجه الى اتجاه ايجابي سواء فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية او الملفات السياسية او الملفات العسكرية. النقطة الاساسية اللي نقدر نقول ان هما الاتنين متفقين عليها اتفاق كلي هي مسألة الحرب على الارهاب. لو تلاحظوا طبعا الرئيس دونالد ترامب قال انه بطريقته المعهودة ومد الكلام انه ده ان العلاقة دي هتمتد لمسافة وقوة كبيرة كبيرة كبيرة، يعني كررها عدة مرات. الاتفاق على الحرب على الارهاب هو الاساس في هذا المنطق. في كلام حوالين مباحثات عسكرية يعني على صعيد العسكري، خاصة الرئيس استقبل رئيسة شركة لوكيد مارتن المنتجة للسلاح، وعنده زيارات أخرى مع مسؤولين عسكريين يعني رفيعي المستوى. المصادر اللي حضرت اللقاء، وأنا هيكون معايا بعد شوية لقاء مع السيد وزير الخارجية سامح شكري، يعني هو في انتظارنا لهذا الحوار معاه حوالين كل النتائج، وإن شاء الله يعني نلحق نزاعها النهاردة أو بكرة بإذن الله.
كل المصادر اللي كانت موجودة داخل هذا اللقاء قالت انه الاجواء كانت شديدة الايجابية وانه تقريبا متفقين في عدد من الملفات. تم تفادي ملفات اخرى، يعني كل ما رددته الصحف الامريكية حوالين مثلا ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى آخره، اللي هي عادة الرؤساء الأمريكيين عند لقائهم بمسؤولين عرب من باب الضغوط، لم تكن هذه الأجواء حاضرة في لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس السيسي، ربما لإدراك ترامب وهو رجل تلاحقه الصحافة الأمريكية بكل الوسائل، لإدراكه أنه هذا الكلام لم يعد له دور في العلاقات ما بين البلدين وفي مسار الحرب على الإرهاب. ولو عندك أسئلة. طيب خالد، كيف كانت المظاهر خارج البيت الأبيض؟ يعني احنا شفنا الجاليات المصرية والمصريين موجودين وبيهتفوا وحاملين الأعلام وصور الرئيس، هل كان هناك وجود للإخوان، حشود إخوانية، مظاهرات إخوانية أمام البيت الأبيض؟ طبعا الحشود المصرية يا أستاذ خيري كانت حشود كبيرة جدا، وكانوا واخدين أكتر من مكان حوالين البيت الأبيض في أماكن للمظاهرات، طبعا حضرتك عارف محددة سلفا وفق قوانين التظاهر الأمريكية ما حدش يقدر يتجاوز مكان المظاهرات. الجاليات المصرية لأنها كانت جايب كثافة من ولايات مختلفة كانوا واخدين أكتر من موقع لهذه الوقفات حوالين البيت الأبيض، كله تقريبا 4 أو 5 وقفات حاشدة. الإخوان كالعادة وحضرتك عارف إنهم طول الوقت يعني بيحاولوا إنهم يفسدوا الأجواء، فقط كانوا موجودين حوالي 30 أو 40 واحد موجودين في يعني في منطقة بعيدة شوية عن المظاهرات، حاولوا طبعا يتحرشوا كالعادة، يعني هم متصورين إن ده يفسد أجواء الزيارة يعني من جهلهم الدائم، حاولوا يتحرشوا ببعض الإعلاميين والجاليات الأخرى، الجاليات اللي من يعني المصرية، لكن طبعا أخفقوا إخفاق كبير جدا النهاردة. في تقديري أنا شايف النائب مصطفى الجندي هيبقى معانا برضو، لأنه واحد من الناس اللي موجودين كانوا في ما بين الجاليات. لو سيادة النائب مصطفى الجندي هيعلق. سيادة النائب انت على الهواء مباشرة مع الأستاذ خيري رمضان في قناة النهار، ولو تأذن لي يا أستاذ خيري انه سيادة النائب مصطفى الجندي هيدي تعليقه برضو على الوجود اللي حصل للجاليات النهاردة. سيادة النائب شايف ازاي المشهد اللي كان يعني فيه الجاليات المصرية والحضور المكثف لتقدير وتحية الرئيس السيسي هنا في الولايات المتحدة؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لخيري ولكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي. الحقيقة هي زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة. خالد انت يمكن جيت قبل كده زيارات كتير وشفت قبل كده في ترحيب كبير قوي من البيت الأبيض بسيادة الرئيس وبمصر وبعودة العلاقة، في إحساس عند أمريكا أن أمنها القومي مرتبط بالأمن القومي المصري. ويمكن احنا شفنا السنتين أو الثلاثة اللي أمريكا بعدت فيهم أيام ترامب أيام أوباما عن مصر، قد إيه روسيا كبرت في المنطقة وقد إيه روسيا كبرت في العالم، وبالتالي أمريكا النهاردة بتدي مصر قدرها. ويمكن ده ما جاش من فراغ يا خالد، جه لأن إحنا عندنا رئيس وعندنا شعب عارف قيمة بلده وعارف حجم مصر وعارف تأثير مصر على العالم كله. المصريين هم المصريين جمال. هل كان ليك لقاءات هنا مع أي من المسؤولين الأمريكيين؟ وإحنا عارفين شوية يعني انه سيادة النائب مصطفى الجندي يعني كان قريب من يعني حملة ترامب وإدارة حملته نتيجة الإيجارات وكده، لكن هل كان في أي اتصالات أو عندك أي معلومات خاصة في هذا المجال؟ والله يعني أنت يمكن أنت ما تعرفش، الناس كتير ما تعرفش، أنا بقالي هنا هو شهر وعشر أيام مش لقاءات. كل إنسان عرفه هنا هو تكلمنا وياه والتقينا بيه، إن كان في الكونغرس إن كان في السنت إن كان في البيت الأبيض. الحقيقة حصل لقاءات كتير بدون ذكر هي فين وهي ويا مين، ولكن والأجواء عشان إيه الأجواء إيه؟ طيب لا الأجواء عظيمة زي ما أنا بقولك، يعني الناس هنا حاسة فعلا بحجم مصر وبقيمة مصر وبالتأثير اللي حصل. أنت شايف أمريكا مش مستقرة، صحيح. أمريكا منقسمة، صحيح. أمريكا ناقصها تعمل ورقة تمرد، أمريكا في حالة ما هيش في أحسن حالتها، وبالتالي بتدور على حلفاء، بتدور إيه اللي وصلها للي هي فيه. أنا هقول لك حاجة بسيطة، مش عشان أنا مصري، ولكن عشان أنا أبويا الأستاذ عبد العزيز بتاع التاريخ اللي علمني. لما الإنجليز مشيوا من مصر خلصت،
لما الاتحاد السوفيتي مش خيري مع الدكتور عبد المنعم سعيد في الاستوديو مستنيني اطول. دول كتيره يعني لما تجيب القوه العظمى اسكندر اكبر يعني القوه لما بتبقى موجوده في مصر تبقى قوه عظمى. نابليون لما مشي مصر خلت. بشكرك يعني مصر كبيره واللي جاي حلو يا اخي. بشكرك سياده النائب مصطفى الجندي شكرا جزيلا. استاذ خيري زي ما انت شايف في نواب وفي مسؤولين وفي ناس من الجاليات من حتت مختلفه. مشاعر الجاليات الحقيقه كانت عاليه جدا وكلهم تقريبا مسلمين وغير مسلمين بيرددوا جملة قداسة البابا شنودة مصر وطن يعيش فينا لا نعيش فيه بإحساسهم وإدراكهم لكل التطورات المهمة اللي حصلت في المنطقة. احنا بنفكر بس بحاجة أساسية في الآخر أستاذ خيري انه الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات وليست دولة رئيس فقط. هناك كونغرس بمجلسيه نواب وشيوخ، هناك رجال أعمال، هناك جماعات ضغط، هناك صحف، هناك مؤسسات مختلفة. والحقيقة ما نراه في هذه الزيارة أن التخطيط لها تم بهذه الروح المؤسسية لأن الرئيس يلتقي بكل هذه الأطراف. لا يوجد اعتماد فقط على هذا التقدير الكبير والفهم من دونالد ترامب لأوضاع الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط، لكن هناك فهم وإدراك من الإدارة المصرية لأهمية أن تكون العلاقة على مستوى المؤسسات المختلفة ولا يوجد رهان على فرد واحد لأن هذه ليست دولة أفراد بل دولة مؤسسات. بشكرك جدا زميلي خالد صلاح من واشنطن. يلا تلحق بقى عشان تجري حوارك مع وزير الخارجية المصري، أكيد سيكون لديه إضافات ومعلومات عما دار في اللقاء وياريت تلحقنا خلال هذه الحلقة. بشكر زميلي خالد صلاح. حضرتك عندك تعليق على اللي اتقال؟ أنا شايفك كذا حاجة. أول حاجة عايز بس نقول العبارة اللي قالها البابا شنودة إن مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطنا يعيش هي كلمة مكرم عبيد قديمة. الجانب الثاني اللي قاله الأستاذ مصطفى الجندي على حكاية الإمبراطوريات اللي جت عندنا وانهارت بعد ما مشيت، يعني اولا دي ليست ذكرى سعيده بالنسبه لنا ايوه يعني كمصريين يعني ان امريكا منقسمه وان الحلفاء لما ثبت يعني فيها مبالغه شويه. مساله المؤسسات صحيح امريكا بلد مؤسسات، انما الفرد انا عايز ازعم ان الفرد فيما يتعلق بترامب عامل فرق تاريخي كبير. نعم. لانه ترامب ربما منذ يعني انا بتابع السياسه الامريكيه متابعه لصيقه منذ كارتر. يعني حتى الان لا يوجد فيهم حد يمكن باستثناء رونالد ريغان شويه اللي تقدر تقول هنا ان دور الفرد بيلعب دور اساسي في المساله. لانه ترامب باحد طبائعه انه احيانا لا يجد مشكله في الهجوم على المؤسسات. يعني لا اعرف رئيس امريكي هاجم السي اي اي مثلا او الكونجرس او الحزب الجمهوري بتاعه ان هو يعلن حتى الحقيقه جزء اساسي كان من الحمله الانتخابيه بتاعته هي انه ضد المؤسسه. المؤسسه هي المؤسسات الامريكيه مجتمعه لما تحطها على بعض يبقى اسمها المؤسسه. اليس هذا خطر؟ يعني فكرة الرئيس اللي مش هقول بينقلب على المؤسسات ولكن بيخوض معارك فردية لو حزبه تخلى عنه او الكونجرس تخلى هو عنه. لانه عمل حاجتين. الحاجة الاولانية انه عمل اختراق على الشعب الامريكي مباشرة. نعم. يعني هو هنا يعني مش راجل ديكتاتوري عايز يهاجم المؤسسات، هو بيلجأ ده الجزء اللي بيسموها الشعبوية. نعم. لأن هو بيخاطب الشعب الأمريكي وهو متملك الأدوات الجديدة اللي تقدر توصل فيها الملايين الناس. يعني حسابه على التويتر اللي بيعمله كل يوم 10 مرات ده مستني الرئيس وكتب يكتب حاجة للناس على طول في عليه مش عارف كم مليون ملايين كتير جدا بيوصل لها. الجانب الثاني ان امريكا في مرحلة تحول متعدد الجوانب. تأثير السياسات السابقة لثمان سنين كلينتون وقبلها 8 سنين جورج بوش عاملة زي ما بيقولوا ايه ردة فعل كبيرة باكلاش عالي. الاولاني كان قايم على فكرة انه يتدخل عسكريا في كل مشكلة في الدنيا، التاني انه ينسحب من كل حتة في الدنيا. فالاولانية بتعمل مغامرات غير محسوبة والتانية بتعمل فراغ
وبالذات في منطقة الشرق الأوسط. فترامب بيمسك باللحظة دي، هل هينجح أو يفشل ده قصة أخرى. نعم. إنما اللي أنا شايفه إن هو أحيانا بيعلى على المؤسسات. هو خد ضربة كبيرة في قانون الرعاية الصحية، يعني إن هو ما نجحش، وده وظيفة الرئيس. نعم. إنه يخلي الأغلبية تصوت لصالحه. فأعتقد إن كانت مفاجأة كبيرة انه فشل في انه يكون هذا التحالف. هل ده يؤدي الى انضاجه او يؤدي الى انه يصعد السلوك بتاعه؟ هنشوف في القوانين اللي جايه. طيب انا هطلع فاصل، بعد الفاصل انا عايز اقف امام اوجه التشابه بين الرئيسين. هل ترى اي ملامح مشتركه جعلت هذه الكيمياء تلتقي؟ هل في بعض السمات الشخصيه القريبه في اتخاذ القرارات؟ ثم سنذهب إلى ملف الإخوان المسلمين والملف الاقتصادي وملفات أخرى مع ضيف العزيز دكتور عبد المنعم سعيد بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. واصل حواري الشيق مع المفكر السياسي الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد حول زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي كاول رئيس بعد ثوره 25 يناير الى الولايات المتحده الامريكيه. قبل الفاصل دكتور عبد المنعم كنت بسال حضرتك عن اوجه التشابه بين الرجلين، مش كتير. يعني هنتكلم على راجل بيزنس في الاساس، راجل عسكري محترف جدا لفكره لمهنه العسكريه والقوات المسلحه، حد تناه زي ما احنا شايفين اثناء الحمله الانتخابيه وما تعرض له ترامب وما عرض له الاخرين ايضا. التجربه دي كانت عندنا بالنسبه للانتخابات الرئاسيه، يعني ما كان في الاخ حمدين صباحي، يعني كان الرئيس مكتسح في الانتخابات، فما كانش عنده معضله انتخابيه. مصر طبعا غير امريكا، الجذور بتاعت الفرق بين انك انت جاي من نيويورك وانك انت جاي من القاهرة من احيائها الشعبية بتخلق يعني زي ما بيقولوا برين مختلف. نعم. انما جمعهم في رأيي اللحظة التاريخية، في لحظة تاريخية انه امريكا فيها محتاجة رئيس قوي ومصر محتاجة فيها رئيس قوي، انه اللحظة التاريخية بتستدعي ابتدى يحصل فرز جديد ضد العولمة في العالم، قايم على فكرة مصر اولا، امريكا اولا، ايا كانت بقت بريطانيا اولا بسبب لا. موضوع البريكسيت. فالعالم كله بيتغير والاثنين جم على المسرح السياسي العالمي في هذه اللحظة فتقابلوا، يعني تقابلوا في محطة زمنية وتاريخية عليهم ان هما الاثنين يتعاملوا معاها كلهم بادواته. رئيس السيسي بالادوات المصريه المرتبطه بالموقع والتاريخ والحضاره، وايضا الاستقلاليه الخاصه اللي موجود فيها في هذه المنطقه من العالم، ورؤيه ترامب لدور امريكا في العالم بتاع النهارده، مش العالم اللي كان بعد الحرب العالميه الثانيه لما كانت امريكا بتعمل اكتر من نص الاجمالي العالمي، النهارده بتعمل حوالي 20% او حتى اقل شويه، لانه في تغيرات. الصين، الدول الناميه زي اللي كانت ناميه ودلوقتي بتنهض بقوه كبيره زي الهند، زي كوريا الجنوبيه، زي غيرها. الدور الخاص جدا لروسيا اللي هي يقول لك ايه كامينج باك تاني، روسيا اللي هي كانت اتفتتت، يعني على فكره الفوضى الخلاقه حصلت في روسيا قبل عندنا. نعم. روسيا اتفككت كاتحاد سوفيتي، واكتر من ذلك كل المحيط بتاعها دخل حلف الاطلنطي وابتدت تتعامل فيه قواعد صواريخ. فالنهارده روسيا بتضغط على اوكرانيا، بتضغط على جورجيا، لها تواجد في الشرق الاوسط. اللحظه التاريخيه اللي احنا فيها دي هي اللي جابت الرئيسين مع بعض، وهي اللي خلقه بينهم نوع من البساطه في التعبير. اكيد في شيء شخصي في التركيبة الشخصية لدى الطرفين، في إعجاب. يعني ترامب له أقوال، احنا برضو الأمريكان عندهم يعني
قدرة على الحديث بـ 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 بطريقة عفوية يعني. نعم. كان دايما يقول لأنه بوتين راجل قوي، لأنه السيسي راجل قوي، هو بيحب الرجال الأقوياء. الرجال الأقوياء. النهاردة كلام الرئيس السيسي عن أنه يعني أيضا عبر عن إعجابه بالشخصية الخاصة بترامب والمبادئ اللي هو يعني بيستند إليها. إنما تحس لو أنت عندنا الشريط هتلاقي الرئيس مبتسم وفي نعم. الحقيقة بيضحك. في جزء فيه من إن اللحظة نفسها وطريقة الاستقبال وغيره خلقت نوع من البشاشة. عادة يعني الرؤساء في بروتوكول بيبقى نعم. الجزء بيبقى شوية جامد، لكن ترامب في الحقيقة ما عندوش زي ما بيقولوا شورتج، أو عنده ما عندوش يعني قلة في إنه يعبر عن لما بيبقى عايز يعني يعبر عن فرحته أو يعبر عن غضبه بيعمل ذلك مباشرة وبألطف أو بأقسى الكلمات. بتفسر بإيه حضرتك تجاهل للحديث، ودي لأول مرة منذ سنوات طويلة ألا يتحدث رئيس أمريكي مع رئيس مصري حول ما يطلق عليه انتهاكات حقوق الإنسان؟ لأنه ترامب مؤمن أنه البيزنس بتاع حقوق الإنسان ده بتاع مصر، يعني هو يعني ده عقيدة سياسية اللي عنده. إحنا منا يعني الموضوع ده بتاع مصر. وبعدين هو يعلم جيدا يعني في نوع كده من التحالف اللي بيتم ساعات بطريقة احيانا الصدفة او ربما الظرف التاريخي زي ما قلت. في امريكا الجماعات اللي وقفت ضدنا اللي هي مثلا Human Rights Watch, Brookings, CSIS، كل الجماعات ومراكز البحوث اللي وقفت ضدنا كانت وقفت ضد ترامب. نعم. ان عندها حكاية انه امريكا اللي هي بتقول امريكا اولا دي، لان هم شايفين ان امريكا هي العالم. يعني هم في الحقيقة بيتكلموا ضد الامبريالية وكده، بينما هم امبرياليين من الدرجة الاولى يعني. نعم. يعني ليبرالية امبريالية اذا جاز التعبير، يعني ان هم عليهم الطريقة اللي يعملوا بيها تفصيل للعالم، هندسة سياسية للعالم. وفي الحقيقة لما بيجي في الواقع بيبقى بيلوي هذا الواقع عشان يتناسب مع الفكر اللي هو موجود عنده. ترامب ما عندوش المشكلة دي. استبداد اخر يعني. يعني نوع اخر من فترامب يعني في التقاء مصالح تقدر تقول حدث فيما يتعلق ببعض المؤسسات الأمريكية، الميديا الأمريكية. يعني ليه؟ إنه في 96 ساعة بقول الأخيرة فيها مقالات ضد مصر، فيها إشارة للموضوع دوت، دون إن واحد يرجع يقعد بس يشوف الصور والأفلام والحاجات اللي اتسجلت على رابعة، ويشوف عدد القتلى المصريين والشهداء اللي تموا والجرحى اللي موجودين واليتامى اللي موجودين. كل دول ما نتكلمش عنهم حاجة خالص، ويبقى الكلام إيه عن المتظاهرين، بينما ما حدش قال أبدا إن في تظاهر في العالم زي ما بنسمع أهو إن التظاهر هناك موجود. التظاهر حق من حقوق التعبير، وبالتالي في قضية بتعبر عنها. إنما إنك تطلع وأول فكرة تكون في ذهنك إنك تعتصم وإنك تعطل المواصلات وإنك أنت تقف قدام مؤسسة عامة، ده كلام ملوش علاقة بحق التظاهر مثلا يعني، ولا يقبل في العالم كله طبعا. هرجع أقول إنه طبعا، بس ده لو سألتني عليه تاني، إن إحنا عندنا تقصير في هذا المجال. يعني عمرنا ما قلنا أدى عدد الناس وليه هم موجودين تحت التحقيق أو إن عليهم قضايا. محتاجين شغل في الناحية دي شوية. هو الجزء ده أنا هسأل حضرتك فيه متأخر شوية على فكرة التعامل الإعلامي والخلل جاي منين. يعني يجب أن يكون هذا المقر فين؟ في رئاسة الجمهورية. احنا عندنا الهيئة العامة للاستعلامات، ولكن كانت بتقوم بالدور ده، الآن أصبحت ضعيفة بسبب ضعف الإمكانيات أيضا والتأهيل يعني. فده جزء هسأل حضرتك فيه. بس خلينا نروح لملف الإخوان. الكثيرون يراهنون على أن الرئيس الأمريكي وأمريكا ستضع الإخوان على قوائم الإرهاب. البعض الآخر يرى أن المصالح الأمريكية وأن بعض الأصوات داخل أمريكا بتنصح ترامب بأنه ما يسلمش كل أوراقه، يخلي هناك ورقة للعب مع مصر وورقة حتى لا نصنع إرهابيين جدد أو يكون هناك نوع من الإسلاميين اللي ممكن الحديث معه. بتشوف حضرتك الملف ده إزاي؟ الملف له وقائع يا أستاذ خير. يعني الوقائع إن إحنا بدأت في أمريكا تيد كروز اللي هو كان مرشح للرئاسة الأمريكية طرح مشروع أمام الكونغرس مع الديمقراطيين على اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، باعتبارها هي المنظمة الأم لكل الجماعات
الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية التي جاءت بعد ذلك من الجماعات الإسلامية للقاعدة إلى آخر. فهنا دي البداية. النقطة الثانية إن إحنا يعني في مصر واجهنا تجربة واضحة إزاي إنه عملية تغيير هوية مصر المدنية اللي هي موجودة من عام 1922 منذ إنشاء الدولة المصرية اللي إحنا نعرفها الآن، إنه حاولوا يغيروا هذه الطبيعة المدنية وإنه يجعلوا تنظيم سري هو الذي يقود هذا البلد. كانت يعني كنا على بعد مترين من الفاشية الكاملة في مصر لولا ثورة 30 يونيو. النقطة الثالثة أن الإخوان المسلمين تنظيم دولي وتنظيم إقليمي، وبالتالي في بعض الحديث ويعني قيل في الصحف الأمريكية أنه بعض القادة العرب تحفظوا على اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. ليه؟ لأنهم مشاركين في البرلمان الأردني، مشاركين في البرلمان المغربي، مشاركين في البرلمان التونسي، هم أحد القوى الأساسية للتحالف العربي الإقليمي الموجود في اليمن ضد القاعدة وضد الحوثيين. لو احنا بنبص على حل للمسألة السورية أو الأزمة السورية، الإخوان المسلمين هيبقوا رقم فيها، رقم سلبي رقم إيجابي، ما حد يعني، إنما هم موجودين. فالنظرية كانت إيه؟ طالما إن كل الحاجات دي موجودة، لو أنت أعلنت إنها منظمة إرهابية، من الناحية العملية الكلام ده هيخلي الولايات المتحدة تخش في صدامات مع دول عربية ودول إقليمية أخرى. أنا كان يعني شخصيا ليا وجهة نظر إن إحنا طلبنا أن يكون الإخوان المسلمين في مصر. ليه؟ لأن الإخوان المسلمين في مصر أولا هم جماعة إرهابية ولدينا الدلائل والقرائن التي تدل على ذلك، لدينا نتائج التحقيقات مع قيادتهم، لدينا ما قيل في ربعة، لدينا الكتب اللي أصدروها، عندنا جرائم متلاحقة ليهم علينا كمان يعني. الجماعات اللي طلعت منهم وهم يقول لك اشتبعنا اللي هم دول، عندنا السجل، وهم أيضا الجماعة الأم اللي هم عندنا هنا في مصر. فعلى الأقل نقدر نقول أنه اعتبارهم جماعة إرهابية في مصر يعطي رسالة قوية جدا لجميع الشابترز أو الفروع اللي ليهم اللي موجودة في باقي الدول الإقليمية الأخرى. لكن لا يمكن أن احنا نعتبر ما يفعله الإخوان في مصر أي حاجة إلا أنهم جماعة إرهابية. نعم. وبالتالي هذا الطلب يجب أن يكون طلبا مصريا سواء في هذه الزيارة أو فيما بعد، حتى يعني نصل إلى كلمة سواء مع هذا التنظيم اللي يعني دلائل جرائمه موجودة عندنا كل يوم. طيب، زيارة السيد الرئيس النهاردة للولايات المتحدة الأمريكية بتأتي بعد قمة عربية وبعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويلحق بزيارة الرئيس زيارة ملك الأردن الملك عبد الله العاهل الأردني في لقاء ثنائي بكرة إن شاء الله. معنى ده أن هناك تشكيل لقوى عربية محتملة بدعم أمريكي، أطراف المعادلة مع إسرائيل، مع منطقة الشرق الأوسط، السعودية، الأردن، ثم أو قبلها مصر. هو مش 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 حلف أمريكي بقدر أنه هو حلف موضوعي حتى من زمان يعني. في المنظومة عربية كونت مرتين قبل يعني أحداث يناير 2011 في تونس وفي مصر ما سمي بالربيع العربي في المنطقة كلها. قبلها كان معروف إن الحلف المصري السعودي الخليجي المغربي الأردني اللي هي ما سمي في ذلك الوقت بقوة الاعتدال كان موجود. نعم. وتجري مناورات مشتركة ويجري فيها معونات معينة وإلى آخره. بعد كده تولد في رأيي ابتداء من بعد أحداث الربيع العربي اللي هي خلقت زلزال شديد جدا في المنطقة، ردة فعل جديدة لسه بتتشكل حتى الآن، لكن برضو قوامها هي نفس القوة، لكن لم يعد الوضع في المنطقة كما كان قبل 2010. الوضع في المنطقة الآن يعني أكثر قسوة،
دول زي سوريا، زي العراق، زي اليمن، لبنان، زي اليمن، ليبيا، كل الكلام ده لم يعد كما كان. وحتى بعض الدول اللي هي في هذا الحلف تعرضت لاختبارات قاسية. احنا تعرضنا لاختبار قاسي في مصر، البحرين تعرضت لاختبار قاسي في البحرين، استدعى تدخل قوات من السعودية نفسها تواجه ارهاب شديد. السعودية واجهت ارهابا شديدا، فالعمليات الارهاب خلقت يعني ميل ان احنا ننسق مع بعض ونبتدي مع بعض. احيانا ما بننجحش في ده قوي، وبيبقى يعني احنا مش شطار قوي في بناء التحالفات او فهمنا للتحالفات بسبب موضوع الوحدة العربية، لانه فهمنا للتحالفات نبقى متفقين على كل حاجة، وانه لو احنا متفقين يبقى لازم نبقى متحدين، يعني ما بنقبلش فكرة المصالح. فكرة المصالح وفكرة انه يعني لما جم في الاخر تصالحوا ازاي، انه قالوا والله هو الأزمة السورية دي فيها ايه المشكلة، دي لا قرارات مجلس امن ولا مسار تفاوضي في جنيف، واحنا الاثنين في جنيف واحنا الاثنين مؤيدين قرارات مجلس الامن، يبقى بيننا وبين بعض حوالي 80-85% مساحة اتفاق. احنا مستبعدين من الأستانة، عمليا الأستانة هي تحرك روسي ايراني تركي. نعم. يعني فيما يتعلق بالأزمة السورية احنا عايزين نجذب كله، احنا في مصر وفي السعودية، الى جنيف تاني. فهنا اللي عايز اقوله انه مش امريكا اللي بتعملنا، احنا الظرف الموضوعي اللي موجود في المنطقة اللي بيجعل القوى المعتدلة تسميها، القوى اللي هي مش راديكالية، اللي هي قوى قايمة العلاقة بينها على التفاهم والمصالح المشتركة، هي دي اللي بتتكون حاليا. وعليها انها يعني ممكن نتكلم في دي اكتر بعدين، انه نضع اطار احنا عايزين نحقق ايه بالظبط. احيانا انا رأيي بقى عندنا مشكلة، كلمة فشل دبلوماسي كلمة قوية، انما احيانا بيبقى فيه تواضع في المستوى استخدام السياسة والدبلوماسية للتوصل الى ارضية مشتركة. ده فن وايضا علم احيانا لا نجيده في علاقاتنا مع بعضنا البعض، لكن الضرورات بتدفعنا لحسن الحظ ان احنا لا يوجد لدينا خيارات كثيرة غير ان احنا نتعاون مع بعض. طيب هتسمح لي اطلع فاصل اخير وارجع، عايز اتكلم عن دور تركيا وقطر بعد هذا التقارب الامريكي. هل العلاقات القطرية الامريكية علاقات معروفة وازلية، وتوجد قواعد امريكية في العديد في قطر، تركيا تلعب دورا وتتجه ناحية روسيا الان، لديها حروب مع اوروبا، معارك شرسة جدا دبلوماسية طبعا، فماذا يا ترى عن موقف تركيا في المرحلة القادمة؟ ايضا سأتحدث عن تيران وصنافير، عن الاعلام ودور مصر بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اوصل حوار اللي انا مستمتع بيه مع المفكر السياسي الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد. دكتور عبد المنعم، بعد هذا اللقاء والتغير كان في الفتره الاخيره السعوديه بدات تتجه الى تركيا، كان هناك اتجاه خليجي شويه سعيا الى تركيا، وبدا الامر وكانه كيدا في مصر وليس حبا في تركيا، ثم بدات الامور تعود الى نصابها مره اخرى بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل السعودي في عمان في الأردن. حضرتك بتشوف الموقف التركي في المرحلة القادمة، الموقف القطري في المرحلة القادمة في ظل التقارب المصري الأمريكي ازاي؟ يعني احنا لازم نفرق بين التفاصيل والتيارات الرئيسية. نعم. التفاصيل بيبقى فيها انبعاجات ساعات وحاجات يعني ما هياش مستوية، انما التيار الرئيسي لو انت بتعمل المنحنى وبتحط النقط وتربطها مع بعض في معظم الأحوال بيبقى عاكس للواقع الموضوعي. ومن هنا حكاية ان السعودية راحت شوية تركيا والحاجات زي كده، يعني فيها حاجات احيانا بتبقى وقتية وحاجات نفسية، ساعات في ناس تقدم مشروعات عن حلف سني فيبقى تركيا مهمة، يعني حاجات من هذا القبيل. انما انا شايف انه المنطقة حصل فيها حالة سيولة، وانه قطر انا رأيي يعني ان في مبالغة شديدة جدا ليس من قطر، مننا احنا، يعني قطر
تفصيلة صغيرة جدا في السياسة الإقليمية والعالمية، يعني حتى أصغر من عملية أنها تعمل خط كبير. يعني تركيا دولة مهمة، دولة مهمة لها تاريخ لها كذا. تركيا الآن يعني بتواجه مرحلة من تاريخها أنا في رأيي لم تحدث لها منذ يعني سقوط الخلافة العثمانية، إنه في نوع جديد من الخلافة عايز يخلقه أردوغان، لكن هو في حالة عشان يعمل الخلافة دي وجنبه أوروبا اللي كان عايز يروحها. وأيا كان التقارب مع روسيا أنا رأيي إنه تكتيكي. الحقائق الجغرافيا السياسية لتركيا جنب روسيا الرهيبة دي المسلحة نوويا يجعل التوتر والنظرة اللي فيها خصومة من الأمور الطبيعية نتيجة توازنات القوى الموجودة، وبالتالي أي التقاءات هي ذات طبيعة تكتيكية وليس ذات طبيعة استراتيجية. أرى أن تركيا في المرحلة الأخيرة بتخسر خسارة كبيرة جدا. يعني يجب أن احنا نسجل أن الأردوغان والحزب منذ سنة 2002 لغاية 2010 عمل قفزة كبيرة جدا لتركيا وما كنتش بنسمع عنه. إنما قفزة صناعية، قفزة بالنسبة للسوق التركي، لقفزة في أنه يقترب من الاتحاد الأوروبي وياخد كل الأمور اللي بيفرضها الاتحاد الأوروبي. لكن حاليا هو بيفقد أوروبا، أصبح يعتبر ديكتاتورا، أنه هو في نفس الوقت زي ما بتقول بيحاول يغازل الروس، ينزل سوريا علشان يحارب داعش فيحارب الأكراد، مش عارف يوزن ما بين خصومته القومية مع الأكراد وخصومته العسكرية والحادثة بالفعل مع الإرهاب. في عملية يعني أحيانا تبتلى الدول بقيادات لا تستطيع أن ترى الطريق الصحيح لبلدها، وللأسف الشديد أنه أردوغان من هذه النوعية، لأن تركيا كما قلت في أي بناء إقليمي لازم تؤخذ في الاعتبار. أردوغان اللي بيعمله حاليا أنه بيطلعها من الاعتبار، مش بس لأنه بيتخاصم مع مصر أو غيره، وإنما لأنه لا يستطيع أن يعكس الظروف الموضوعية المرتبطة بتركيا بحدودها بتطوراتها بمستقبلها. طيب لو رحت القضية تيران وسنافير كنقطة تبدو جزء من أزمة بين مصر والمملكة العربية السعودية مع وجود حكم نهائي من الإدارية العليا، ثم وجود حكم جزئي من محكمة جزئية محكمة الأمور المستعجلة، اشتعل الأمور مرة أخرى. بتشوف حضرتك هذه النقطة وتيران وصنافير تحديدا هل هي نقطة خاصة بمصر والسعودية أم أنها نقطة خاصة بتنظيم المنطقة بعلاقات جديدة مع إسرائيل؟ هل تيران وصنافير علاقة بحل الدولتين؟ هل هو شايف حضرتك ما لا يراه آخرون في هذه الأزمة أنها مجرد أزمة حدودية؟ لا، مش مجرد أزمة حدودية طبعا، هي فيها جزء له علاقة بالتنافس الإقليمي، له علاقة أيضا استثمارات الخاصة بالمنطقة سيناء، منطقة خليج العقبة، شرق منطقة البحر الأبيض المتوسط، إن هي المدخل الممر الملاحي اللي حصلت عليه حرب 67 لأنه إغلاق مضيق تيران وإلى آخره، فإسرائيل داخلة في الموضوع. لكن لا نكبر الموضوع أيضا في نفس الوقت، وأنا في رأيي إنه كان في أيضا المعالجة الدبلوماسية والسياسية لهذه القضية لم تكن بالحكمة الكافية، إدارة الموضوع منذ توقيع الاتفاقية. في نفس الوقت احنا ساعات ما بندركش ان احنا كأفراد وكأحزاب وغيره لنا دور في التعبير عن المصالح الوطنية، وكان انه بدل ما يحدث خلاف سياسي مكانه الأساسي هو البرلمان والإعلام وغيره، كان اللجوء للقضاء في هذه المسألة في رأيي ليس هو الطريقة، أو على الأقل ليس هي أول الطرق لحل خلاف قومي في الحقيقة حوالين قضية بعينها. رأيي الخاص أنه المادة 151 في الدستور واضحة، أول فقرة فيها خاصة بمسألة الاتفاقيات الدولية
وان الاتفاقيات مكانها البرلمان، واكتر هو الحقيقه المشرع اللي عمل هذه الماده وحط هذه الفقره في الاول او هذا الشرط في الاول ان الاتفاقيات تروح البرلمان، لان البرلمان هو الساحه المؤهله للحوار القومي، هو المكان اللي بتعمل فيه جلسات استماع، هو المكان اللي بيجيب فيه الخبراء. انت في جميع المحاكم الثلاث محاكم اللي سواء اللي عملت مع او ضد او ايا كان، لم يكن في لجنه خبراء، لم يكن في استدعاء للشهود، كان في عندنا حكم معين بناء على تقديم ما يقدمه الاطراف المتنازعه يعني في الموضوع. فهنا انا رايي الساحه الرئيسيه في هذا الموضوع هي لمجلس النواب. هناك رايي بيرى ان ده اصبح متاخرا، لانه هناك لم تعد هناك اتفاقيه عندما يصدر حكم من الإدارية العليا نهائي وبات واجب النفاذ بإلغاء الاتفاقية، ماذا ستعرض على البرلمان؟ لو كانت الملف ذهب للبرلمان مسبقا كان قطع مشاوير كتير. طبعا كان خطأ انه ما راحش البرلمان في الاول، لكن انا في رأيي لا يوجد مشكلة قانونية، لانه يعني الخلاف كان اساسا المحكمة الإدارية كانت بتحكم حوالين الموضوع التوقيع، كانت مسألة إجرائية. نعم. نقل الموضوع الى المضمون تم في الحكم الخاص اللي هو في الإدارية العليا. نعم. على اي الاحوال انا لست فقيها في هذه المسألة، لو في اي خلاف فقهي وما حاملين المحكمة الدستورية لي. نعم. المحكمة الدستورية العليا تحكم فيه، لكن ما زلت ارى انه لا يوجد تناقض حتى لو في مسار قضائي موجود، انه البرلمان هو ده السلطة المخولة من الشعب المصري ان هي تحكم في القضايا السياسية والاستراتيجية وتحدد عما اذا كان ذلك اتفاق بين دولتين على تخطيط الحدود، او انه فيه عناصر للتنازل عن السيادة، او انه تنازل عن الارض، اللي هي الثلاث حاجات اللي موجودة في المادة 151. الكلام ده يتقرر فين؟ في البرلمان. نعم. طيب من بعد 25 يناير تقريبا والدولة المصرية ليس لديها أداة إعلامية تخاطب الآخر، يعني هناك مشكلة في التواصل في الداخل وهناك مشكلة في مخاطبة الآخر في الخارج. بعد 30/6 تحديدا تضخمت هذه الأزمة، خاصة أن الدولة المصرية لديها خصم متدرب جيدا على مخاطبة الآخر، يجد دعما من بعض الدول مثل قطر وتركيا. طب يبدو هذا واضحا، أجهزة التخابر تتعامل مع وسائل إعلام عالمية، بتوفر لها معلومات، بيبعتوا وفود، ونجحوا في التأثير ونحن فشلنا. شايف حضرتك كيف يمكن أن يصبح لنا دور في مخاطبة الآخر، في مخاطبة العالم بما نحن فيه؟ إزاي؟ إيه الآلية؟ والله الآلية أنا طرحتها في الندوة 24 للقوات المسلحة، وإنه يبقى في يعني داخل رئاسة الجمهورية، لأنه هنا المكان لما بنقول وراء تركيا وقطر، طب ما ده وراء مصر، وراء الدولة المصرية، والدولة المصرية تستطيع إن هي تجند من الشعب المصري، من الخبراء والناس القادرين على أنها توصل الرسالة المصرية. هي المشكلة اللي عندنا أنا في رأيي في الرؤية لفكرة الإعلام بشكل عام. نعم. إنه في خلط كبير جدا حتى لما كانت الهيئة العامة للاستعلامات ما بين الإعلام والبروباجندا والدعاية. وعندك حتى يعني عندنا خلط ما بين ايضا حتى ساعات المحلل السياسي والداعيه. نعم. ان واحد بيعمل دعوه معينه، انما انا رايي ان احنا عندنا قصه قويه جدا تحكى على كل الجوانب منذ 25 يناير حتى الان. لدينا قصه تقال حوالين التنميه المصريه الاقتصاديه، لدينا قصه تقال بفخر في الحرب ضد الارهاب، وهذه القصه لا يوجد لها لا في كسب ولا خداع ولا علاقات عامه ولا اي حاجه، هي القضيه ازاي نربطها مع بعض. يعني احنا عندنا مشروع مثلا اللي هو 2030، انا سعدت جدا ان انا استمعت من السيد رئيس الوزراء والدكتوره هالة السعيد ان انا هتعمل مؤتمر في مايو الجاي عشان نشوف مشروع 2030 ده احنا وصلنا فيه لحد فين. فبالنسبة للأمور الداخلية أنت محتاج تقول للناس لما بعمل المشروع العاصمة الإدارية، أو بكرة هعمل طريق في الحتة الفلانية، أو هنعمل استثمارات في المطارات، ده لأن أنا عندي رؤية لمصر شكلها قد كده. الرؤية دي عملناها لكن بعد كده نسيناها. نعم. فالمرة دي بس نفتكرها. المكان رئاسة لأنه هنا الرمز الأساسي للدولة المصرية. الدولة المصرية لما تقف ورا فكرة ورا رؤية
وراء توجه معين. فأنا أعتقد أنه المسألة ممكنة وليست مستحيلة، ولدينا مصر غنية جدا غنية جدا، يعني المصريين اللي اتعلموا بره واللي اتكلموا بره واللي اتسجلوا بره، عندنا حاجات كتيرة. مش الإعلام المصري هو الأداة، الإعلام المصري فيه مشكلة حتى في مخاطبة الداخل. ده يحط علينا احنا، انا وانت وزملائنا جميعا يا استاذ خيري، في الحديث عن المشكلة في الإعلام في مصر. لا، ده دورنا، انا هقول ان ده دورنا، انما دورنا علينا ان احنا نصحح بعض. يعني انا يعني رسالتي الدائمه للزملاء لما كنت في الاهرام ولما وانا في مصر اليوم هي واحده: الصحافه والاعلام ليس مدعي عام، ليس شغلتنا ان احنا نرفع قضيه لا على الحكومه ولا على الاحزاب، احنا نتحقق، نبحث، نوفر المعلومات ونوفر التحليلات المختلفه لهذه المعلومات. لا احنا مدعي عام ولسنا محامين، المحاماه وظيفه ناس تانيه، وأيضا الادعاء وظيفة ناس تانية. الصحافة والإعلام هي أن تعلم، أن توفر المعرفة، أن احنا نقوم بالدور الذي يجب علينا أن احنا نقوم به. يعني زي مكتبة اسكندرية، أديك مثال من الأمثلة الناضجة، كثير من الزملاء بيقوموا بالدور دوت، لكن للأسف الشديد المحامي والمدعي العام الصحفي أحيانا بيلخبط الحالة الإعلامية في الدولة. لا، إحنا علينا واجب، علينا واجب كمان نقوله للدولة، وواجب نقوله للشعب، وواجب نقوله للعالم الخارجي. نعم. طيب، سؤالي الأخير حول لقاء حضرتك مع مجموعة من الزملاء من المصري اليوم بالسيد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بالأمس، وامتد إلى ساعات، ماذا دار في هذا اللقاء؟ ما الذي يمكن أن تبشر قبل النشر طبعا، ما الذي يمكن أن تبشر به الناس؟ انطباعات حضرتك عن أداء هذه الوزارات، شايف أن هناك ما يبشر ولا ترى أن الرؤية غائمة لدى الحكومة؟ انطباعي إيجابي الحقيقة. يعني أنا رحت بحالة معينة، يعني أنا كاتب زي كتاب كتير، بشغلتي أن أنا تابع وأحاول أعمل زي ما بيقولوا سنس أوت الكلام اللي الواحد بيسمعه ويكتبه. الإيجابي أنه أنا حسيت أنه الطاقم اللي موجود طبعا بيعاني شوية من أن احنا ما عندناش حزب سياسي بيطلع ناس مع بعض عندهم نوع من التناغم الفكري. يعني دول جايين زي ما بيقولوا إيه، جايين بقوارب مختلفة ولكنهم أصبحوا الآن في سفينة واحدة وحاسين أنه في قدر مع بعض. إنما الحتت اللي جم منها، يعني الدكتور او المهندس او الاقتصادي، كل ده جاي من المهنه اكتر. انما لقيت انه كلهم على بعض، انه في رؤيه، وانه الرؤيه دي عندها مشكله توصيل للناس في الحقيقه، يعني وانك انت محتاج 3 ساعات ونص عشان تعرف تقول في الاخر والله لو انا ربطت بين النقط دي فهيبقى المجموعه الوزاريه في الحقيقه، اولا طبعا بيشتغلوا كتير جدا، مجهدين جدا، مخلصين جدا، وطنيين جدا. انما القضيه هي انه، ودي مش عندهم بس، معظم الناس في مصر بيعتبروا الاعلام يعني جماعه بتوع الكلام، وانه الاعلام ليس مهنه، ليس شيء، يعني ده جزء انا كلام انا قلته، يعني ان احنا محتاجين نعترف بان الاعلام مهنه لها احتراف معين، لها اصول. انت خريج اعلام مش كده؟ نعم. فانت قعدت اربع سنين تدرس هذا العلم، اللي هو بيقدر انك انت ازاي تقدر توجه هذا الكم الهائل من التفاصيل والمعلومات اللي بقت دلوقتي زي ما بيقولوا بيكسل، وعباره عن بايتس. البيكسلز والبايتس دول تحطهم مع بعض وتخليهم للناس مقروئين ومفهومين، والناس تقول هو ده اللي احنا متجهين له. وانا من المراهنين على الشعب المصري انه في ما يكفي من النضج اذا عارف فانه يتجه. انا بشكر حضرتك جدا. انا اللي شاكر جدا انك تدي الفرصه. دائما، لا ده انا دائما بستمتع بحوارك وبتحليلك الموضوعي يعني. ربنا يخليك. بشكر المفكر السياسي الكبير والكاتب الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد، بشكركم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، غدا حلقه جديده من اخر النهار، و
ان شاء الله سنتابع زيارة السيد الرئيس الى الولايات المتحدة الامريكية مع زميلي خالد صلاح اللي موجود هناك بيتابع الاحداث لحظة بلحظة. نتمنى ان ينتهي من حواره مع السيد وزير خارجية ونضيع على حضراتكم غدا ان شاء الله. مصر بخير، طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير. بعد الفاصل زميلي جابر الأرمطي.